الله اكبر، معدنية الشام 14/1/2013. الله اكبر، قصف بطيران الميج. الله اكبر، الله اكبر، معدنية الشام 14/1/2013. الله اكبر، 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 معدمية الشام 14/1 انتشال الجثث من تحت الانقاض. يا رب يا رب، الله اكبر، الله اكبر. معدمية الشام 14/1/2013، غارة قامت بها طائرة ميج حربية ضد المدينة. هؤلاء هم المستهدفين في حي من أحياء المدينة. هذه هي الأشلاء، فليراقب العالم جميعه. هؤلاء هم الضحايا، هؤلاء هم من يقاتلهم بشار الأسد، هؤلاء من يقاتلهم طيران الميج الحربي، هذه هي من يقاتلها طيران الميج الحربي، هذه الطفلة. 14/1، هاي انجازاتك يا بشار، قتل الاطفال. او لا، هذه هي البطوله، هذه هي البطوله. اطفال، عشرات الاطفال لا يزالون تحت الانقاض، جلهم من الاطفال والنساء المدنيين. لا يوجد مكان تنزح اليه الاهالي من المدينه، والمدينه تتعرض للقصف بشكل عنيف في كافه الاحياء وكافه المباني. لا يوجد أي منطقة آمنة في المدينة، حرم عنها كل شيء، الخبز والغاز والوقود وكل شيء محروم عن المدينة. لا يوجد سوى جثامين الأطفال الذين لا نستطيع دفنهم. هذه هي الإنجازات، هذه هي الإنجازات الموجودة. مجزرة تلو المجزرة. معدمية الشام الكارثة المستمرة